أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار ركن تركي المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد اليوم، أكد مواصلة الحوثيين تجنيد الأطفال واتخاذهم دروعا بشرية. لا تزال الميليشيات الحوثية تقوم بتجنيد الأطفال، وهناك نداء من الحكومة اليمنية على لسان معالي وزير الإعلام بتجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال. وفي فترة سابقة كان هناك اعتداء على دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال لساحات القتال بالقوة. هناك تقارير ذكرت أن هناك حوالي 200 طفل تعرضوا للقتل وفي ميدان المعركة بسبب تجنيد الميليشيات الحوثية لهؤلاء الأطفال الأيتام، كذلك استخدام هؤلاء الأطفال كدروع بشرية. كما تحدث